FM. الكل مليك صراحة، يعني أنا أول ما خاطر الشريط اللي أنا نزلته في الصفحة هو تجميع لعدة زيارات مش زيارة واحدة. أي. وطبعا فما مشاهد أخرى، التصوير الأخير اللي ما عنديش حق كحقوق بث باش ننزل منه بعض المشاهد باعتبار أنه مازال ما تبثش، يتبث إن شاء الله في شهر جانفي على قناة فرنسي. فأنا أول مرة لما نزلت في القدس ما نعرفش، ما كانش قدامي صورة محمود درويش بقدر ما كانت قدامي صورة فدوى تقى. هي اللي يعني حسيتها معايا في 24 ساعة الأولى، وأنا مازلت وقتها مازلت ما شفتهاش. طبعا وانتبني شعور، وقلت هذا في النص، شعور بشيء من الخجل، وخفت للمشاهد يقول هوك يحوس في قدسي ولا فينا في روحه يحوس صور تذكارية. بالعكس أنا شعرت بشيء من الخجل باعتبار أني أنا كانت لي الفرصة أني تطأ قدماي ربع القدس وربع فلسطين، في حين أنه على بعض الأمطار فلسطيني نفسه ما عندهش حق يدخل للقدس، وهذا قلته أيضا في يعني شوف مشاعر يعني ممزوجة بين الفرح واليأس والخجل والحزن وكلها مع بعضها. وعشت فترة يعني كل وين نمشي للقدس مشيت عديد المرات نفس الشعور ونفس السؤال اللي يخطر على بالي، انه هل استحق ان اكون هنا في هذا المكان وفي هذا الزمن. كاب اف ام الكل مليك.